السؤال الثاني، السائل يقول: سورة الطلاق هل تتعلق بالمرأة المدخول بها أم تشمل النساء جميعا المدخول بها وغير المدخول بها؟ الظاهر يا عبد الله أن الصورة أن هذه السورة هي تتحدث عن العدة، فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة، وتتكلم عن لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، وتتكلم عن الرضاعة والسكنة والنفقة، قطعا تتكلم عن المرأة المدخول بها، لأن غير المدخول بها من النساء ليست لها عدة، لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. وحيث لا عدة يبقى لا مجال للحديث عن نفقة وحضانة وسكنة ورضاعة، العدة أصلا غير موجودة، الدخول أصلا لم يتم. فالظاهر أن السورة تتحدث عن النساء المدخول بهن.